قصتي
من كاس الجزيره ونبغى الساق من كعب لفلسطين ساعتها ما يمنعنا يا العتق من كاس الجزيره ونبغى الساق والجاه والشهامة ليهم عز وين غاروس قوت الفزازي أهل العزة وين علي أبو الحسنين من هتك خيبة وبرز وين هما ربطة الرمازي وقت الحزة وين من هزمو جيش الروم شابوتهم يفرز وين نصر وعز الجازي خير ونجزة وين هو صلاح الدين فاتح القدس تمركز نصر ربي ماهو نازي ترك الحزة نصر ربي ماهو نازي ترك الحزة ملك عقلي فلسطين سعدها ما ينعز يا العاتق من فاس الجزي قول بغزة ملك عقلي فلسطين سعدها ما ينعرف يا العزم من فاس الجازي يكون مرزاق كان إيمان قوي بالله عزهم بيه مركز ليس ليهم للدين موازي مهما اعتزاق حال متجرد من دين وكشيل يمشي ويدهلز كان يكسب ثروة الحوازي خرته ويخزا وين حين غابوا شرف سيادنا القلعة تنكوز صار نحن عرضا للغازي حق نتعزى وين أولدت القبلتي مطهرة عزم في الرز يا القدس عليك استفزازي وانتي غزة ملكة عقلي فلسطين سعدها ما ينمرز يا العاتق من فاس الجازي كون بغزة ملكة عقلي فلسطين سعدها ما ينمرز يا العاتق من فاس الجازي كون بغزة ويتعكس نور شفنا نخوت عزر يازي ما لا جرزا لي صنع رفتم الحميل وتبسم غير غماز كيف يعدل الظلم ويوازي دون استهزاء السبع لا يرضى المحال سبت النعدى ينجز من ضعف حلبوه بلا موازي حال المعزى لو زهرب وشمال كل الوحوش من فوق وتكاس وخوفي بعز جمازي مالو هزا ملكة عقلي فلسطين سعدها ما ينعرف يا العاتق من فاس الجازي دون الغزة ملكة عقلي فلسطين سعدها ما ينعرف يا العاتق من فاس الجازي حال مكسور جناح بغا يطير وتخبط عالجاز
عمري كله مأثر بإزازي دون حمزة. منخدم في عز ونهار مع نو يتحفز العالم متخرس يمود الحمزة. الصوارخ تتهاطر فوق شعب مقهور محاوس مرتجبقنا بالغازي وين البزار شفت حجرات تصدر بالرصاص تتخبز شفت حجرات تصدر بالرصاص تتخبز نحسب الموت الثاني الرازي قبل الانتظار عقلي طالس ينسعدها المالي نقلت يا العاتق الانفاس الجزيل دون الغزال اليهودي ولا يشاب ذاك القاب الخباز يسال عنقو تحت جراس يدور خزازا اليهودي ولا لو شندان من قابو شباس يسال عنقو تحت جراس يدور خزازا الجهاد واجب علينا جميع هي متجهز مصر بحرب تزهو غمازي ذاك المغزة من شمازي زي حزازي غزي زي زي مركز ذا فرحي في قرح حزازي دون تعزى المحاجز تحصر وتبز مر وتشوم ينجز والمزيد قصب انتها مرازي متعزى قال بشير اتهامي بقلب واجب المغرس ليسيك من فرحي ومفازي دون غزة مالك عقلي فلسطين سادها ما ينعوز يا العاتق الانفاس الجرس يكون الغصة مالك عقلي فلسطين سادها ما ينعوز يا العاتق الانفاس الجرس يكون الغصة وحاضر حمد
من هو قريب للدعاء مجيب. يا من هو قريب للدعاء مجيب، من سألك ما يخيب يا رب الأرباب. سألتك بسكي وشعواش وعيب، برك تدور كيف لتطفالي الغضاب. حرمة شي تعز هذا الدين الغريب، حرمة شي تعز هذا الدين الغريب، وارحمنا عن قريب يا عاتق الرقاب. استجب استجب لدعوتي، استجب لدعوتي لا تغلق في وجهي. يا المعبود جيد موجود يا الرحمن، يا من بيت قدرتك زين الكون. اجتمعت الخلايق بالجميع في مكان، والوحد يضرب يسعى بكل مظلوم. كانت تطير الى شرب من الطوفان، منقص منزل في السخار موج مشكون. لا تواخذنا يا ربي بضعف ايمان. من على من شر المكتبه وقول الكذوب، لا تشعل المادة عنا يكون سلطان. كل مطرود من رحمتك هو يكون متعوب. يا رحمن ارحم ضعف السلام عجلان، دخيلك بالهادي عين الهدى المحبوب. مرحم ضعف السلام عجلان، دخيلك بالهادي عين الهدى المحبوب. يا من لا نشرك والغني الكثير، ارحم ضعف اللي ضعيف ناحل الحال. سألتك بيك ليك بحرمة جبرائيل، بجاه الأنبياء وبجاه الأرسال. ميكائيل وإسرافيل مع عزرائيل، ارحمنا يا جليل يا نيع من الدعاء.
سجد بداوتي سجد بداوتي لا تخيب لي سكون جاي يوسف جهدي يا سياد الثوار جا زكريا وفي اليوم رغدي ما خفتك خفية ومن ساعة ما خاطر أنا يا من سعى إلى الكريم ربي نسعى فضلك يا لي عن الغاني التوه جازت لك سطر يا لي كريم عليبي يا حيب دايب كل يوم لا يسأل عما يفعل معاه في الغيور حين مسلمين عرسنا مع الجار جوز علينا ومعيد لبنى Thank you.
ربي أجر ديوله فوق المطر ربي أجر ديوله فوق المطر قبل الكهف في قبة خضراء مطر زارك فوق الغراء قوم فيها تغنم الغراء وعرس الغراء تشوف الأرض حين فاحش داها كن بنت لاحبها كنها لا تسادو بالخير من الجنة بجسي والباس يا سعدان على حباب الزهرة كيف تنزل المعنى بالصعور وجهنا وجهنا بطلب شكر خالق الفاس يا مسعدها معك ما بزاها كيف كنت نتمناها الصمول هنا وحنا بقلب قبة وروحي في I'm
Thank you.
صحة الوزير صحة طوطي صحة رضاك وكيشوفوا الحباب كيما هكذا من المهمين قالوا قلوب قلوب على الخير الحين بها سيدي صحة طوطي مرحبا بكم وسيد محمد حمدي جزاك الله خير في القصيدة هذه التي جمعها خارج تنمية في ضمان على المدح في حق الرسول عليه الصلاة والسلام رغم أن السهرة ما زالت مستمرة نسمو بل تعدوا لي الشك نسمو ختم هذا الشهر هذا بالصلاة على النبي والنظرة لغزة والفلسطين وكل ذلك جزاكم الله بخير اللي عقبنا رمضان هذا مع بعضنا ويجعلنا ان شاء الله ديما خوا والعقوبه ان شاء الله العام الجاي والصلاه على جلاله المستعان هذا مختار يا خويا خدمنا خونا محمد هلا شيخنا موسى شيخنا ياسين الله يبارك فيك كيف كاملة هاي الدنيا اه خويا عمي الهادي شيخ اسمع اسمع من بعد نخلي لك هادي واش تخلي لي بروغرام ثاني راسك شنو ما يكلفكش الصحة